ضربات إسرائيلية جديدة على سوريا، قطع خطوط إمداد حزب الله واستهداف قياداته مستمر، ونتنياهو ينفذ وعيده ويحاول منع حزب الله من إعادة التسلح. نبدأ من تطورات اليوم، إذ أفاد المرصد السوري بسقوط 20 قتيل في الغارات الإسرائيلية على دمشق ومحيطها. وزارة الدفاع السورية أعلنت أن إسرائيل شنت هجوما جويا من اتجاه الجولان مستهدفة عددا من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسية في ريف دمشق، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات. إلى ذلك أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الهجوم على دمشق استهدف المقر الرئيسي لحركة الجهاد. بالأمس فقط أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم طرقا تستخدم لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا. اعتبرت إسرائيل أن قصف هذه المحاور يشكل ضربة أخرى لقدرات الحزب المسؤولة عن نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى لبنان. وكالة الأنباء السورية قالت إن القصف الإسرائيلي أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في عدد من الجسور وطرقات بمحافظة حمص على الحدود مع لبنان، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة. المرصد السوري أعلن أن 15 شخصا من الفرقة الرابعة بالجيش السوري وآخرين من جنسيات أجنبية أصيبوا في هذه الغارات. بحسب المرصد أيضا شن الطيران الإسرائيلي 8 غارات استهدفت مواقع ومنها هذه الطرقات والجسور وحاجز الفرقة الرابعة بمنطقة القصير الحدودية بريف حمص. تطور لافت آخر كشفت عنه صور الأقمار الاصطناعية لوكالة الفضاء الأوروبية بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بأنشطة حفر بالقرب من منطقة جبهة الخشب في سوريا، ويقيم ساتر ترابي كبير يبلغ عرضه 12 مترا. قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضل الشباك قالت إن الأنشطة الهندسية الإسرائيلية واسعة النطاق هذه جي على طول ما يسمى بخط ألفا الذي يفصل ما بين سوريا ومرتفعات الجولان المحتل. أشارت أيضا إلى أن البناء بدأ في شهر يوليو الماضي. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد تعهد بقطع خطوط إمداد حزب الله عبر سوريا، وقال تل أبيب ستقطع الأكسجين على حزب الله بحسب وصفه طبعا، وشدد على ضرورة تدمير أي محاولة يقوم بها حزب الله لإعادة بناء نفسه عسكريا. دعونا نتابع ما قاله الرجل. ضربنا كل مناطق لبنان، وأريد أن أوضح أنه مع أو بدون اتفاق فإن المفتاح لاستعادة السلام والأمن في الشمال والمفتاح لإعادة سكاننا في الشمال بأمان إلى منازلهم هو أولا وقبل كل شيء إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني، وثانيا ضرب أي محاولة يقوم بها لإعادة التسلح، وثالثا الرد بحزم على أي إجراء ضدنا. في وسط هذا المشهد يقوم كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي الأرجاني، يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، يلتقي خلالها بالرئيس السوري بشار الأسد. تتناول هذه الزيارة تطورات التصعيد الإقليمي والعلاقات الثنائية ما بين البلدين. تأتي بعد حديث إيراني عن عدم إجراء أي تعديلات على انتشار من تصفهم بمستشاريها العسكريين في سوريا. على كل حال، المزيد من القراءة والتحليل حول كل هذه التطورات على الجانب السوري هذه المرة من دمشق ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي محمد العمري. أهلا بك معنا سيد العمري في التاسعة على سكاي نيوز عربية. وكيف تقرأ تصاعد الضربات الإسرائيلية بسوريا؟ بداية أستاذة تسابيح، مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين والعاملين في قناة سكاي نيوز العربية. بطبيعة الحال يعني خلال هذا العام شهدنا نوع من تصاعد وتيرة العمليات العدوانية الإسرائيلية على سوريا. نحن نتحدث اليوم عن أكثر من 150 عدوان شنه الكيان الإسرائيلي على سوريا. الذرائع هي دائما متكررة، أغلاق الطريق أمام حزب الله، كذلك استهداف الشاحنات الأسلحة، استهداف كل من القوى
والشخصيات المؤثرة التي كان لها دور بطبيعة الحال في محاربة الإرهاب سابقا، وكذلك في دعم يعني إطار محور المقاومة. كل هذه الذرائع يعني بتنا اعتدنا على سماعها كثيرا، حتى اليوم ما يتم من اعتداءات على لبنان وادعاءات الكيان الإسرائيلي بأنه قام بتدمير القدرات الصاروخية، ونجد بأن هناك توسيع لدائرة القدرات الصاروخية لحزب الله. هذا يفند الادعاءات الإسرائيلية. الهدف الإسرائيلي بشكل أساسي من ذلك تحقيق عدة غايات. الغاية الأولى هي محاولة جر سوريا إلى هذه المعركة بتوقيت إسرائيلي يتواءم مع أهداف نتنياهو التي أعلن عنها في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما رفع خارطتين. أحد هذه الخوارط هي خارطة النقمة عندما لون سوريا ضمن اللون الأسود إضافة إلى لبنان والعراق وإيران، وبالتالي إيجاد الذرائع للتدخل في سوريا وتوسيع دائرة النار باتجاه سوريا لتحقيق ما يسمى اليوم مشروع الصهيونية الدينية، كتعبير عن هذه الحكومة التي وصلت إلى السلطة الإسرائيلية لأول مرة بعد إجراء تغييرات حتى في طبيعة النظام السياسي داخل الكيان الإسرائيلي وانعكاس ذلك على مستوى المنطقة. الهدف الثاني اليوم نحن نتحدث أيضا مع يعني في مرحلة ما دخول الإدارة الأمريكية مرحلة البطة العرجاء، هي محاولة وضع أو زيادة المخاطر أو تقديم المخاطر الأكثر التي يقدمها نتنياهو، بأن اليوم الكيان الإسرائيلي يتعرض بالمخاطر ليس فقط من حزب الله وكذلك فلسطين، بل أيضا من سوريا وجبهة سوريا والعراق وإيران، وبالتالي هذا الأمر عامل ضغط على ترامب الرئيس ترامب لعدم الانسحاب من سوريا. يا سيد العمري، الهدف الإسرائيلي احتمالية التوجه المعلن واضح، ملاحقة قيادات حزب الله، قيادات حماس أينما يتواجدون باعتبارهم مهدد أمني بالنسبة لإسرائيل. أنت تقول أن هذه الضربات تأتي بذرائع معادة مكررة من قبل إسرائيل، ولكن بالأخير يعني يسقط فيها قيادات من حزب الله بسوريا، قيادات إيرانية بين هلالين، مستشارين إيرانيين كما تقول طهران بدمشق كذلك، عدا عن الاستهداف اليوم الذي كان لشقة سكنية بها قيادات من حركة الجهاد الإسلامي. يعني حتى ولو تراجع دور سوريا في ساحات المقاومة، ولكن توجد أهداف تلاحق إسرائيليا بسوريا، ألا يفسر ذلك هذه الضربات؟ أنا لم أنفي ذلك، وقلت لك لا أنا لم أنفي ذلك، وقلت لك بأن هناك استهداف لشخصيات محورية لها كان تأثير سواء كان سابقا في محاربة الإرهاب في سوريا، لأن ليست هذه الاعتداءات الأولى من نوعها التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي من خلال العبث على مستوى الخارطة الجغرافية الإقليمية. كان هناك اعتداءات حتى قبل بدء عملية طوفان الأقصى، وكان الاستهداف دائما للشخصيات سواء كانت السورية أو حتى المستشارين الإيرانيين أو حتى القوى العاملة إلى جانب الجيش العربي السوري التي كانت تقاتل فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، والتي كان لها دور في سواء في تحرير الحدود السورية اللبنانية أو حتى الحدود السورية العراقية. ولكن اليوم هذه الذرائع هي اليوم يعني أصبحت بيد نتنياهو، هي قوية جدا في ظل ما يعني تعرض له الكيان الإسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى، وبالتالي أصبحت هذه الذرائع يعني دعينا نقول كثيرة الاستهلاك، لأن استهداف هذه الشخصيات لم توقف المقاومة. يعني كما كان يتم الحديث بأنه تم استهداف شحنات أسلحة، تم استهداف مخازن الأسلحة، نجد بأن اليوم المدنيين هم أكثر تعرضا لهذه الاستهدافات. يعني اليوم ما حصل في المزة وكذلك في القدسية، نحن نتحدث عن أكثر من 15 شهيد مدني، ليسوا عسكريين وليسوا مستشارين وليسوا أي لهم أي يعني حتى لم نشهد بأي مظاهر عسكرية في المناطق التي تم استهدافها. وبالتالي حتى جزء من هذا الاستهداف التي يقوم به الكيان الإسرائيلي بهذا التوقيت في مناطق مدنية، حتى لو أنها كانت تستهدف شخصيات من حزب الله أو حتى مستشارين إيرانيين، أحد أهداف من هذه الاستهدافات وإيقاع خسائر كبيرة بالمدنيين هو تأليب الشارع السوري، كما حاول تأليب الشارع اللبناني والشارع الفلسطيني ضد محور المقاومة وضد النظام السياسي في سوريا من خلال ما يعنيه المواطن السوري من تردي الأوضاع المعيشية. ولكن دعيني أعطيك معلومة أخرى ست أسابيع، تفضل. فقط معلومة بشكل سريع،
بشكل سريع، يعني اليوم استهداف المعابر المدنية التي تخصص لنقل المواطنين وكذلك المدنيين وحتى المعابر التجارية، هل هناك عاقل اليوم يمكن أن يدرك بأن حزب الله أو سوريا أو قوى محور المقاومة سيقومون بنقل الأسلحة من خلال المعابر المدنية أو معابر التي يعني الرواية الإسرائيلية تتحدث حتى عن مسألة تسلل العناصر وليس يعني فقط نقل أسلحة يا سيد العمري، ولكن يعني فقط لأعيد صياغة السؤال هم يمنعون عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا. طيب دعني أعيد صياغة السؤال، ما خطورة تواجد قيادات من الجهاد الإسلامي وعناصر من الحرس الثوري أيا كان المسمى، مقاتلين مستشارين إيرانيين أيا كان التوصيف لمهامهم بسوريا، ما خطورة ذلك على سوريا لجهة جرها لأن تكون ساحة اشتباك أكبر مع إسرائيل رغم دور الحياد الذي تلتزم به حتى اللحظة على ما يبدو؟ يعني بطبيعة الحال كما تفضلت منذ قليل في استعراضك للتطورات الحاصلة على مستوى الجغرافيا السورية، خط ألفا على سبيل المثال لا يوجد به أحد، نجد بأن هناك يعني قيام الكيان الإسرائيلي بإحداث تعديلات أو أعمال هندسية وكذلك أعمال أخرى في تلك المنطقة، بالتالي ما أهداف الكيان الإسرائيلي من هذه التعديلات أو هذا الحفريات التي تحصل في تلك المنطقة؟ استهداف الكيان الإسرائيلي على سبيل المثال للمدنيين في عدد من المناطق، هل هذا لاستهداف المستشارين؟ يعني كيان إسرائيلي لا يحتاج أو إسرائيل اليوم لا تحتاج إلى أي ذريعة للتدخل لتوسيع دائرة العدوان على مستوى المنطقة، ولكن هي تبحث دائما عن هذه الذريعة وتزيد من المخاوف التي تهدد تحت بين الهلالين تهدد أمنها القومي لتحقيق مآرب أخرى. هناك أحد الأهداف اليوم التي يمكن الحديث عنها هو التفاوض تحت ضغط النار، تصعيد عسكري في لبنان، تصعيد عسكري في شمال قطاع غزة، تصعيد عسكري هنا، وخاصة أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي هو متواجد في الولايات المتحدة الأمريكية وزار موسكو. يعني يمكن أيضا القول بأن هذا التصعيد على مستوى الخارطة السورية اليوم للضغط على روسيا للموافقة لأن تنشر روسيا قواتها على الحدود السورية اللبنانية، وبالتالي أن تتكفل روسيا بمنع ما تدعيه إسرائيل بنقل الأسلحة إلى حزب الله، وبالتالي إدخال الجانب السوري والروسي في خلافات حول هذه النقطة، وبالتالي الزج بالجانب الروسي ضمن هذا الإطار. لذلك كان في الأمس تصريح وهذا من الزج بروسيا ضمن ما يعرف بتفعيل دور بأن روسيا بأن قواتها ليست لهذه مهمتها، تفعيل دور روسيا للمشاركة في عملية الرقابة ومنع وصول الأسلحة إلى حزب الله. إلى أي درجة هذا المتغير سيشكل ضغط أكبر على الجانب السوري برأيك؟ هلا بالدرجه الاولى نحن يعني هنا عندما تتحدث بانه سيمثل ضغط على الجانب على السوري هذا يعني بان روسيا قد وافقت، لا اعتقد بان الجانب الروسي سيوافق بالدخول في هذا النزاع انطلاقا من هذه النقطه، لان اليوم حتى روسيا تدرك تماما عندما يتحدث نتنياهو بانه يريد تغيير معالم الشرق الاوسط هذا ليس فقط مصلحه اسرائيليه بل ايضا مصلحه امريكيه، وبالتالي تغيير معالم الشرق الاوسط له استهداف ايضا للمصالح الروسيه والصينيه على مستوى المنطقة، وخاصة أن مشروع أو الخارطة الناعمة التي رفعها نتنياهو في الجمعية العامة للمتحدة كانت تتضمن ممر بايدن أو مشروع بايدن الرابط ما بين الهند باتجاه أوروبا وهو الخط البديل على الحزام والطريق، وكذلك المشروع الأوراسي الذي تبناه الرئيس بوتين في عام 2002، وبالتالي مثل هذا الطرح يعني أعتقد بأنه مرفوض من قبل الجانب الروسي. يمكن لروسيا أن تلعب دور الضامن بطبيعة الحال في التفاهمات الكلية على مستوى المنطقة وأن تكون شريكة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه الاتفاقات، سواء كانت وقف إطلاق النار، إيجاد ترتيبات تتعلق بمنع يعني تصاعد وتيرة العنف على مستوى المنطقة دون أن تتحول روسيا إلى أداة ضامنة للمصالح الإسرائيلية والأمريكية على مستوى المنطقة لأنها ستكون هي متضررة من ذلك. يعني لا أحد يعلم يعني اليوم حتى الآن الترويج، يعني سمعنا منذ أيام بأن هناك ترويج، لا أحد يعلم طبيعة الدور الروسي القادم لأن هنالك تسويات يعني كبرى وصغرى قادمة في المنطقة بعد يناير بحسب ما يقال طبعا سيد العمري. يعني نحن نتحدث عن مرحلتين، المرحلة الأولى هذه المرحلة حتى 20 كانون الثاني، والمرحلة الثانية هي ما بعد قدوم الرئيس ترامب، هل سيقدم فعلا على الذهاب نحو حل الحروب وحل الأزمات من خلال التفاهمات مع الجانب الروسي والتفرغ للصراع مع الصين وإيران
طهران. هذه معطيات يعني سيكون لها انعكاسات على مستوى المنطقة. ولكن السؤال الأبرز اليوم، هل سيتمكن ترامب من حد من مفاعيل توتر هذا الصراع على مستوى المنطقة؟ هذا السؤال الأبرز. وهل ستتمكن سوريا من الحفاظ على التوازن ما بين علاقاتها مع إيران من جهة، وإصرار الجانب الإيراني أن لسوريا رمزية ضمن ساحات المقاومة كما قال المرشد حتى للأسد، وما بين دورها الحياد الآن في هذه المرحلة لعدم جر سوريا إلى اشتباك مباشر مع إسرائيل؟ هل سوريا قادرة على تحقيق هذا التوازن؟ يعني طرحت في ظل وجود هذه العناصر، وكأن سوريا ليست دولة ذات. يا ست سابيح، من خلال طرحك لهذا السؤال كأن سوريا ليست دولة ذات سيادة، يعني أعتقد بأن بالعكس هو التأكيد على السيادة في كيفية تحقيق التوازنات في العلاقات الدولية في توقيت إقليمي متوتر للغاية، وسوريا بالوسط الآن ما بين إيران وواشنطن، لن أقول إسرائيل. أعتقد أن سوريا لم تتخلى عن ثوابتها، وهي هي يعني اصطفافها وتحالفها مع محور المقاومة، وفي ذات الوقت هي اليوم تخرج من عنق الزجاجة نتيجة الأزمة والحرب التي وجهت على سوريا خلال الفترة الماضية، والتي ما زالت حتى هذه اللحظة يعني تشكل عبئا على الدولة السورية وكذلك على الجيش السوري وكذلك على الشعب السوري، بما في ذلك وجود مجموعات مسلحة وإرهابية، ويتم اليوم التحضير لمجموعات بالتعاون مع وكالة الاستخبارات الأوكرانية وحتى بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من سوريا وفي منطقة التنف. والكثير من الاعتداءات الإسرائيلية تزامنت مع اعتداءات من قبل هذه التنظيمات الإرهابية، وبالتالي لا يمكن إنكار ذلك. وبالتالي اليوم سوريا ما زالت متمسكة بثوابتها فيما يتعلق بالتحالف ضمن محور المقاومة، وهي في ذات الوقت لا تريد الانجرار إلى بمعركة يريدها الإسرائيلي بتوقيته وليس بتوقيت السوري. ولا ننسى بأن هناك أراضي سورية محتلة، وبالتالي هناك اعتداءات مستمرة من قبل الكيان الإسرائيلي حق لسوريا بطبيعة الحال نتيجة هذه الانتهاكات، الرد بأشكال وأساليب متعددة، يعني سواء كان ذلك من خلال استمرار دعم السيادة. يا سيد العمري، نتحدث عن دور روسي بسوريا، نتحدث عن انتهاك إسرائيلي للأجواء السورية. نتحدث عن مستشارين إيرانيين بسوريا، عناصر من الجهاد وعناصر من حزب الله. دعينا نفكك المشهد بشكل كامل لنكون واضحين. أولا فضل. العلاقة السورية الروسية هي علاقة ندية، وجاءت روسيا بناء على اتفاقات وتواصل مع الدولة السورية لمحاربة الإرهاب، وحتى الكثير ممن اتهموا روسيا بأنهم هم على تنسيق مع الكيان الإسرائيلي، روسيا لم تأتي إلى سوريا الدفاع عن سوريا ضد الكيان الإسرائيلي، هي جاءت لمحاربة الإرهاب مع الدولة السورية. وجميعنا يدرك بأن هناك علاقات على سبيل المثال ما بين الكيان الإسرائيلي وروسيا فيما يتعلق بدور المستشارين الإيرانيين. أيضا هؤلاء ساهموا بشكل كبير جدا خلال انتشار الإرهاب على الخارطة الجغرافية السورية بمساعدة الجيش العربي السوري والقوات الرديفة لمحاربة هذا الإرهاب. فيما يتعلق بالعناصر الفلسطينية أو الفصائل الفلسطينية، ليس منذ الآن يعني يتواجد حركة الجهاد في سوريا، هم موجودين منذ الثمانينات ومنذ التسعينات من القرن الماضي، وخاصة بعد مسألة اجتياح الكيان الإسرائيلي لبيروت في عام 1982 وانتشار هذه الفصائل على عدد من الدول العربية بما في ذلك سوريا. وبالتالي نحن لا نتحدث عن تطورات حديثة، ولكن ما حصل من خلال الأزمة السورية من محاولة إسقاط الدولة السورية وتغيير الموقف والجغرافيا السورية والهيمنة على هذا الموقف والجغرافيا من قبل الكيان الإسرائيلي والدول الداعمة له، ومحاولة استغلال الأزمة السورية لتوسيع دائرة الصراع في الداخل السوري ونقل هذا الصراع الأمريكي الروسي على سبيل المثال، حتى الصراع او الرغبه الاسرائيليه في تغيير الموقف السوري عبر التنظيمات الارهابيه او عبر الاستهدافات المباشره، هذا الامر ادى الى استنزاف مقدرات الجيش السوري. نعم سيد العمري، تراجع دور سوريا لفتره معينه سواء نتيجه ضعف الامكانات او نتيجه استمرار الدعم بالارهاب والاستنزافات، ولكن هذا لا يعني بان سوريا ليس لديها قرار، والدليل على ذلك شكرا فقط جزيلا. بشكل سريع يعني انتهى وقتي، انا اعتذر منك سيد العمري على الوعد دائما ان يكون لنا نقاشات لاحقه.